الكل يحبس أنفاسه والكل ينتظر المتعة المرتقبة. اليوم نأمل بأن نتابع مباراة قوية، نريد أن نشاهد فنيات ومهارات وإبداعات مميزة في عالم كرة القدم. تبدأ في هذه اللحظات المباراة مع ضربة البداية. شفت تشكيلة أصحاب الأرض والجمهور في مباراة اليوم؟ في حراسة المرمى دوناروما، خافير زانيتي سيلعب فرصة هنا، هل تستغل؟ تاكلينج ناجح هنا، يتقدم باتجاه المرمى، وصلت إلى ليتل، خطيرة عند ليتل، مستحيل، كرة في المرمى، هدف مبكر يشعل اللقاء. قطع للكرة قبل أن تزداد الخطورة. بيرناردو يفقد الكرة، كرة ما زالت مستمرة. ألكسندر أرنولد، ملعوبة إلى غريزمان، محاولات من غريزمان لدعم الهجوم لكن ضاعت المحاولة، كان ممكن تشكل خطورة أكبر على المرمى. ملعوبة إلى مو صلاح، يقطع بالكرة صلاح من الجناح للعمق، يتدخل أليسون وما زال اللعب مستمر. خارج الملعب ركلة ركنية، كرة بتروح في 18، انتهت الخطورة وضاعت الكرة ركنية. برناردو سيلفا بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية، بينية في منتهى الدقة، هل تستغل الفرصة؟ تصدي للكرة لكنها ما زالت داخل الملعب، وهذه المرة تضرب الشباك، زلت الحارس في المرة الأولى لكنه لم يكن كافيا في الثانية. التمركز الجيد يساعد في قطع الكرة، توغل هجومي مع خيارات ممتازة، ننتظر استغلالها. يا رب عثمان ديمبلي، النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. وصلت إلى ليتل، محاولة لإيجاد ثغرة وإيجاد مساحة، تدخل وأبعدها لكن ما زالت خطيرة. وصلت إلى ليتل، عثمان ديمبلي، كرة عند برناردو سيلفا، فرصة خطيرة، كانت خطيرة جدا لكن تدخل بشكل رائع. حلوة التمريرة، قد نشاهد كرة خطيرة. أوهو، هذه كيف ضاعت، فرصة ذهبية لتوسيع الفارق وإراحة أعصاب الجميع. الآن الخوف سيبقى مستمرا من استقبال هدف التعادل في أي لحظة، وبعد ذلك قد لا ينفع الندم. تدخل ممتاز لاستعادة الكرة، برناردو سيلفا، تدخل هنا يوقف الخطورة، غريزمان، كيم ليتل،
راحت عند ليتل. كايل ووكر وصلت إلى برناردو سيلفا، يضعها في المرمى. الله على هذا التصدي، برافو حارس المرمى. الكرة بتضيع من بوصلاح. سام ماكسيما، ما زال البحث جاريا عن فرصة. جريزمان، فرصة خطرة مع جريزمان. هدف ياتي الآن، يتسع الفارق إلى هدفين. أفضلية مستحقة بالتأكيد. تقدم هجومي ممتاز، يحتاج إلى تركيز في الخطوة القادمة. تذهب إلى رمي التماس. كرة مع كلود ماكاليلي، راحت لماكاليلي. والآن مع ليتل، فرصة خطرة مع جريزمان. يتمكن الحارس من إيقاف تسديدها. يتحرك بالكرة للأمام، فرصة تقليص الفارق. نار، أوهو، الكرة في المرمى من محمد صلاح. سام ماكسيما، وصلت إلى ليتل، تنجح في التجاوز والمرور، والكرة في المرمى، وهدف يعزز التقدم لفارق هدفين. الآن تأتي الآن صفرة نهاية شوط المباراة الأول. ينطلق الآن شوط المباراة الثاني، ونحن على موعد مع 45 دقيقة أخرى من الإثارة. نشاهد فرصة في هذه اللحظات. ضربة رأسية غير متقنة، بعيدة جدا عن المرمى. كايل ووكر، الكرة تصل لجريزمان. جريزمان، كايل ووكر مرة أخرى، كرة فيها خطورة. الله على التدخل لمنع الخطر في هذه اللقطة. وصلت إلى ليتل، نجاح هنا لاستراتيجية الضغط العالي. كرة خطيرة، كرة ملعوبة للخلف لتجنب الضغط. كوناتي، واضح الفريق لا يريد التقدم، يحاول استهلاك الوقت بطرق شرعية. تشاوميني، من حق هذه الجماهير بأن تعترض على مستوى الفريق في الملعب، ما كان قادر على مجاراة الخصم، كان يعاني بشكل كبير، واضح انه يمر بيوم سيء او مستوى اقل من فرصة لوضع الكرة في الشباك. اوهو، هدف رائع هنا، وفارق يتسع، وهجوم قوي، وفارق الاهداف الثلاثة. تشاوميني، والان مع ليتل، وصلت إلى تشوميني. كرة لكريزمان فيها خطورة. يا رب، كرة الهاتريك. أي هدف الآن، وأي مهارة، وأي روعة، وأي غزارة تهديفية. إن شاء
نشوف الهدف مرة أخرى، شاهدوا كيف تحرك الفريق، كيف يضغط ككتلة واحدة، ضغط كبير يولد الأخطاء ويستعيد الكرة وينجح في استغلالها بعد ذلك ويأتي بالهدف. البحث عن كرة مرتدة، تسديدة من كريسمان، هل ينجح التصدي في إنهاء الخطورة؟ كرة واعدة هنا، فرصة للتسديد، تدخل بشكل سليم، خلص واستعاد الكرة. كيم ليتل، كوناتي، ملعوبة إلى كايل ووكر، أنطوان كريزمان، برناردو سيلفا، وكرة خطرة. يا الله، كادت أن تمزق الشباك، كرة من مسافة قريبة من المرمى وتسديدة قوية لم يشاهدها أحد. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة، محمد صلاح، محاولة كانت قريبة جدا، يا الله على الفرصة. تشاوميني، برناردو سيلفا، وصلت إلى تشاوميني، راحت إلى سان ماكسيما، فرصة هنا هل تستغل؟ يا رب، هذا لا يحدث كل يوم، هدف من عالم آخر، هدف مستحيل، كرة قدم بكل مهارة، بكل برناردو سيلفا، وكرة خطرة. يا رب، الله على الروعة، على المهارة، على الفن، على الإبداع، على تسديدة تسقط في المرمى، يا سلام على هذا الإنهاء. تخرج الكرة إلى ركنية، تسويب صلاح، الله على هذا التصدي، إيقاف لخطورة الكرة هنا ومنع استقبال هدف آخر، تسديدة من ماكمانامان، لكنها بتروح سهلة إلى حارس المرمى بدون أي خطورة. كوناتي، تشاوميني، رائع في قراءة الفريق الخصم. 9 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. ملعوبة إلى مو صلاح، تشاوميني، ولا فرصة لكرة مرتدة، كانت فرصة لهدفة مرتدة لكن بتضيع في هذه اللحظات. حلوة التمريرة البينية، في موقف واحد ضد واحد يجب الحفاظ على التركيز في التعامل مع الكرة، القوة ليست الحل هنا. تشاوميني، ووكر، كلود ماكاليلي، حلو التدخل على الكرة، الجمهور يطالب بالتسديد، مودريتش وفرصة هدف في الآن، يتألق الحارس ويتصدى، كرة بينية فيها خطورة الآن، الفرصة ما زالت قائمة، حكمت المباراة تضيف دقيقتين كوقت بدل ضايع. ليتل، مستحيل،